اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، بيسعدنا نكون معاكم من خلال برنامج جديد الهدف. الهدف هيكون مع حضراتكم عشان نتعرف اكتر على اهدافنا وازاي نحققها، وايه هي الاهداف، هل هي واحده ولا اكتر من هدف، ولازم نقسمهم ويكون في معدل زمني. كل الاسئله دي هنحاول نناقشها من خلال برنامجنا. لكن بما اننا في شهر رمضان الكريم، كل سنه وحضراتكم طيبين، هيكون هدفنا دايما ازاي نستفيد من هذا الشهر، ازاي يكون عندنا تغير في معدل ادائنا في أهدافنا خلال الشهر الكريم. وعشان كده اخترنا أن نكون أولى الحلقات في شهر رمضان الكريم لبرنامج الهدف هي فرصة للتغيير الإيجابي. هنحاول نطرح أسئلة كتيرة على ضيفتنا اللي مشرفانا، اللي بنسعد بوجودها معانا النهاردة في أولى الحلقات، الدكتورة رانيا محمد أحمد عامر، مستشار تدريب وتطوير ذات. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة وأنت طيبة. وحضرتك طيبة بخير. طبعا شهر رمضان الكريم فرصة كبيرة قوي عشان احنا كمان يكون عندنا هدف من خلاله ونحاول نحقق الهدف ده. ودايما بنبدأ كده قبليه بشوية، نبدأ نحط زي معدل أداء أو معدل زمني للحاجات اللي احنا محتاجين نعملها. صحيح هو شهر البركة وعشان كده بنقدر نعمل فيه حاجات كتيرة، بس كمان لازم ناخد بالنا ان احنا يكون عندنا هدف من الشهر ده نستغله. وعشان كده هبدأ مع حضرتك فكرة البرمجة النفسية اللي بتحصل في شهر رمضان والتغيير اللي بيحصل في شخصيات كتيرة في الشهر ده. بداية طبعا شهر رمضان فرصة جميلة جدا للتغيير، وأهني السادة المشاهدين بحلول هذه المناسبة، وكل عام وهم بخير، ويا رب كل واحد بيطمح في شيء قبل رمضان يخرج من رمضان وهو محققه. وإحنا هننطلق من هنا، هي دي بداية البرمجة، إن أنا بفضل منتظر شيء يحصل لي، شيء سعيد، شيء كويس على مدار أيام السنة كلها. بس في بعض الأيام كده إيه، ربنا ليه نفحات فيها بيمن على عباده بيها، منها طبعا أعظم الشهور وشهر هو شهر رمضان. أنا بسأل نفسي الأول، هو أنا عايش ليه؟ ده سؤال في المطلق المفروض ان انا على طول اساله لنفسي على مدار يومي، على مدار الاسبوع، على مدار الشهر. هو ده الهدف الاساسي، هو انا عايش ليه؟ انا موجود، انا النهارده لو اختفيت من الدايره بتاعتي حد هيحس بغيابي ولا لا؟ تمام. انا لو في شيء مداوم ان انا بعمله، لو قطعته انا هستفيد ولا لا؟ يعني انا خلاص انا هستفيد ولا لا؟ اللي حواليا هيتاثروا بانقطاع العاده اللي انا بعملها دي ولا لا؟ الاشياء دي كلها هي اللي هتقدر تخليني احط خطه وتبقى عيني على تحقيقها من خلال الحاجات بقى، المعينات اللي هتساعدني، منها زراعه النيه. طول ما انا ماشي بنيه ربنا بيجدد فيا الامل والطاقات، وسبحان الله يعني ما يعلم جنوده الا هو. فاول حاجه خالص قبل برمجه، قبل تفكير في اي شيء، انا بصحى من النوم بفتح عيني، انا ناوي على ايه؟ تمام. كان السلف الصالح بيعلموا ابنائهم عباده النيه زي العبادات اللي احنا كل يعني احنا بنتعلمها او ان احنا بنمارسها. وطبعا مصداقا لاول حديث من الاحاديث الاربعين النوويه، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ف يعني بدايه في العموم حضرتك حط لنفسك نيه، اعرف انت عايز ايه من حياتك، اعرف بقى الاوقات، لان في بعض الفرص اللي ما بيعرفش يستفيد بيها في وقتها بيخسر، ممكن يخسر حاجات كتير جدا ما تتعوضش، وهي دي فرصه رمضان. حط خطتك، حط برنامجك، اعرف ايه هي عاداتك. واحنا يعني هنتكلم في موضوع العادات دوت باستفاضه قوي، بس احط عيني الاول ان العاده بتكتسب ازاي. في قاعده لفرانك اوتلو بيقول ايه، ان احذر من كلماتك احذر من افكارك فانها ستتحول لاقوال، واقوالك ستتحول لافعال، والافعال ستتحول لعادات، والعادات ستحدد مصير. انت متخيل فكره جات لك سواء سلبيه او ايجابيه بتحدد مصيرك، وبعدين ما بيكونش مصير في الدنيا يعني بس الفكره العابره كده ممكن تارك في ذهني، ممكن بعد كده تؤدي لحاجه تانية خالص انا ما كنتش طبعا عايزها. وطريقه الحديث مع ذهني، انا ممكن اكون بتكلم انا عايز يعني هدف ايجابي جدا وبتكلم عنه بكل حماس، بس بوصله لذهني غلط. انا عايز ما ضيعش وقتي في رمضان، ما ضيعش وقتي في رمضان. الهدف ده ايجابي وجميل جدا، الذهن هيفهمه ازاي؟ هتلاقي كل المضيعات للوقت ظاهره في قدام عينيكي.
على طول، لان العقل اللاواعي ما بيعرفش كلمه النفي، ما ضيعش، لا قول انا عايز اغتنم فرصه رمضان. حتى كلمه غنيمه لما تيجي في ذهنك، البرمجه بقى بتيجي من هنا، بتفتكري الحاجات الجوائز والحاجات اللي انت خدتيها كنت مبسوطه، وحد مدحك وبسطتي، اي حاجه فيها حاجه فيها غنيم، غير ما ضيعش. اول حاجه جت في دماغك ايه؟ حاجات ضايعه، حاجات ضايعه. بالظبط. فانا مبدئيا انا عايزه بس ازرع عاده النيه بالنوايا تصبح على عادات عبادات. انت بتؤجر مرتين على عباداتك اللي انت بتعملها، وتؤجر لما بتحط لها نيه، انت بتؤجر كمان مره. رقم اتنين، اول اساس دي النيه هي اول اساس البرمجه. رقم اتنين، اتعامل مع نفسي صح، اجيب ورقه وقلم. انا بحب على طول حتى اقول للمتدربين عندي البلوك نوت بتاعتك وايد في ايدك على طول، الفكره صيد والكتابه قيد. اي حاجه بتجيلك اكتبها وحللها قبل ما تنطقها بينك وبين نفسك عشان تبرمج نفسك صح. اي عاده بتتكون من 6 أيام لواحد وعشرين يوم وبتوصل لأربعين يوم. يمكن حتى لو احنا شفنا أولادنا وإخواتنا واللي حوالينا، الشباب اللي بيروحوا الجيش، ليه أول مرة بياخدوا معسكر التدريب 40 يوم ما بيتعرضوش لأي مؤثر خارجي؟ هي دي بيزرع فيها العادات بقى اللي هم عايزين يخليهم يكتسبوها خلال الأربعين يوم. احنا الحمد لله فرصتنا، وطبعا الأربعين يوم ديت مدة كبيرة جدا، يعني بتخلص على كل العادات اللي هي حتى القوية. والعياذ بالله مثلا لو حد عنده إدمان ولا حاجة، توصل لست شهور من المصحات النفسية أو كده، بياخدوا المريض 6 شهور، بيبقى الزيارات بسيطة قوي لأهله عشان ما يتأثرش بالمحيط الخارجي. إحنا الحمد لله عادتنا مش هتكون توصل للعادات الصعبة قوي اللي توصل لست شهور. إحنا عادتنا كلها مفهوم خطأ أو اعتقادات خاطئة إحنا بنمشي عليها. أقف أقعد مع نفسك، بداية البرمجة أوضع نية، شوف أنت عايز إيه من رمضان، حدد وقت رمضان 30 يوم. يعني أنت عندك فرصة العادات البسيطة هتتخلص كل 6 أيام، كل 6 أيام هتتخلص من عادة بسيطة. كل 21 يوم لو أنت ركزت على عادة أقوى شوية هتتخلص منها، لأن العادات من 6 أيام لواحد وعشرين يوم. يبقى أنت هيعمل جدول، أنا عندي عادات بسيطة ممكن أتخلص منها، يبقى أنا عندي كم 6 أيام في رمضان؟ 4 6 أيام مثلا، يبقى 4 عادات هتخلص منهم، واشتغل على نفسي كويس قوي فيهم. عادة تكون قوية شوية أتخلص منها في 21 يوم، هطلع من خلال 30 يوم إن أنا متخلص من 5 عادات، منهم 4 عادات أنا ما باخدش بالي منهم، بس أنا عشان قيمت أوضاعي هتخلص 21 يوم عادة. وفي ناس كتير جدا، يعني ما فيش يعني أسوأ من عادة التدخين، أنت قوي في رمضان بتبرمج دماغك إن أنت بتتخلص من الشيء ده، فأنت ممكن خلال رمضان من خلال البرمجة اللي هو البرمجة أو البرمجة العصبية للجسم، إن أنت بتتخلص حتى على الأقل من عادة التدخين. ودي تعتبر البرمجة النفسية خلال شهر رمضان. طيب ده بيحتاج إن احنا ناخد القرار الخاص بان احنا هنتغير، او ان احنا هنغير عاداتنا دي. اتخاذ القرار وازاي يكون شهر رمضان تدريب عملي على اتخاذ القرار. انا لما اخد قرار ببقى محتاجة ان انا تدخل فوري في شيء معين، فلما يبقى عندك 30 يوم انت محتاج تاخد اكتر من قرار، وانت عارف ان ال 30 يوم دول هم ممكن يغيروا حياتك، فهو ده هيكون حافز اصلا لاتخاذ القرار. قرار ان انا هتحكم في احتياجاتي، في شهواتي، في متطلباتي الدنيوية، ده بيعودني على اتخاذ القرار. قرار ان انا رمضان مش اسراف، ده رمضان هو رمضان شهر الترشيد وشهر التوفير. ان انا حتى لو انا عندي عادة سيئة مثلا في الاسراف في غير رمضان، للأسف الناس بيفهموا رمضان ان احنا عزمات كتير، بهرجة اكتر، الاكل بيترمي اكتر من المطلوب. لا بالعكس، ده رمضان لو حضرتك حطيت النية ان الاكل ده مبارك عشان فحت شهر رمضان، ان انت هتطلع منه للمساكين او هتحط نوايا كتير طيبة لي، فانت هتخليك خدت القرار ان انت هتتخلص من عادة سيئة وهي الاسراف. ودي حاجة من الحاجات اللي بنشوفها كتير في شهر رمضان. للأسف هو شهر الخير، هو شهر الخير صحيح، والموائد يعني ان شاء الله تفضل عامرة طول الوقت في مصر، بس لازم يبقى عندنا معدل، وان كل واحد ياخد كمية مناسبة لي وبعد كده ياخد تاني، لكن ما نحطش كميات كبيرة وبعدين تهدر، لانه ده حرام، وممكن انا يعني استفيد منه من قبل رمضان استفيد منه ان انا ادي لحد تاني، وده قرار لازم كل البيوت تاخده. وقرار برضو الالتزام بالهدف اللي انا عايز احققه. وكمان قرار انا بكون يعني الشخص بقى العظيم اللي عنده قيمة عظيمة بيطبق القرار ده على نفسه وعلى
الناس اللي هم تحت ولايته او تحت اللي هم ايه رعايا في البيت، او اللي هو اللي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شوف انت هتتخذ قرارات ايه ممكن تحسب لك نيه بنيتك المتجدده تحسب لك عمل وصدقه جاريه حتى بعد عمر طويل. هتزرع نيه مثلا ان انت هتاخد قرار ان خلاص احنا هنبدا نتلم كلنا في حوار اسري بعد الفطار او اثناء الفطار هنتكلم. هاخد قرار ان انا في حاجه معينه في ولادي صفات معينه انا عايز اغيرها، مهار اصلا انا مش هغير في نفسي بس. اتخذ القرار هيخليني عندي الشجاعه في رمضان كمان ايه، لان انا عندي 30 يوم. انا لو ببص ان كل يوم في فرص كتير بتفوتني، لا هيخليني عندي سرعه اتخاذ القرار والجرأه كمان ان انا هتحمل اتخاذ القرار. وخاصه ان بيفيدنا هنا ايه العقل الجمعي لكل المسلمين في الوقت ده، ان انت حتى لو انت بتاخدي قرار وبترجعي فيه شويه، لا ده انت في طاقه ايجابيه بتحوطك. كل الاشياء اللي حواليكي بتساعدك على الطاعات، بتساعدك على اتخاذ القرارات الجيده مع قصر الفتره اللي هي 30 يوم، فبيخلي عندك ذهنك على طول حاضر وعلى طول عندك جرأه اتخاذ القرار طالما هو شيء ايجابي وشيء بيدعم الطاقه النفسيه. انا خدت قرار وما نفذتوش او ما قدرتش انفذه لاي سبب او عارض، ازاي ابدا برمج دماغي تاني على اني هعمل حاجه تانية او هاخد قرار وانفذه بصوره سليمه؟ معانا البلوك نوت اللي احنا قلنا عليها اللي احنا حضرناها. البلوك نوت دي احنا بنستعد لها مثلا من يوم 15 شعبان. وكان السلف الصالح قبل بيقعدوا يدعوا ربنا انه يتقبل منهم رمضان 6 اشهر، ويقعدوا يستعدوا رمضان اللي جاي قبلها ب6 اشهر. فطبعا يعني الحلين متاحين، بس المهم اكتب الافكار اللي انت عايزها، والانجاز هو اللي بيساعدنا ان انا زي ما قلت لحضرتك عندي 30 يوم بس المفروض ان انا احقق فيهم هدفي، والمفروض ان انا قراري دوت اشوف هو صح ولا غلط وراجع نفسي. لما انا قلت احنا بنقسم ال 30 يوم 6 ايام و6 ايام و6 ايام، وفي 21 يوم هستمر على عاده. لما انا اكون عامله الجدول ده قدامي اعرف ان انا حتى لو انا ما اتخلصتش من عاده معينه، لا انا عندي بلان A وبلان B وبلان C، انتقل على طول بحيث ان انا اغتنم انجز خطه واحد او خطه الف وخطه ب بالظبط كده. ففكره الانجاز في حد ذاتها، واحنا يعني شهر رمضان طبعا فيه البركه ويعني بنقدر ننجز فيه حاجات كتير، لكن ازاي نحس ان احنا انجزنا، او يعني بمعنى ادق ازاي نستشعر ان هو ده شهر الانجاز فعلا؟ التقييم اليومي والتقييم الاسبوعي والتقييم، قيمي نفسك. احنا المفروض كل يوم قبل النوم بحوالي ساعه الا ربع نفضل نقيم يومنا ونشوف احنا عملنا ايه علشان نستعد لليوم التاني، اتلاشى بقى الحاجات اللي فاتتني، ازود شويه. فهو التقييم هو اللي هيخليني اقيس الانجاز، وكل ما انجز حتى لو عمل بسيط هيدفعني الانجاز اكبر. تمام، فكره الانجاز ان شاء الله كلنا ننجز في هذا الشهر ان شاء الله. فاصل قصير ونستكمل في الاخر. هلهلالك يا رمضان. رجعنا مع حضراتكم مشاهدينا، والهدف اللي معانا النهاردة هو التغيير الإيجابي، وبنستكمل كلامنا إزاي يكون عندنا تغيير إيجابي وفرصة التغيير الإيجابي في شهر رمضان الكريم. وهنكمل يعني موضوعاتنا أو الأسئلة اللي بنطرحها على ضيفتنا الدكتورة رانيا، ونعرف إزاي ندرب نفسنا على أننا زي ما نقول نخرج من الحاجات المألوفة اللي احنا متعودين عليها عشان يكون عندنا التغيير الإيجابي. زي ما اتكلمنا في قبل كده، التغيير ده سلسلة خطوات، يعني ايه متسلسلة. الأول ان انا ببرمج نفسي
ان انا عرفت انا هتغير في ايه، فبرمجت نفسي، عملت الجدول بتاعي، عرفت ان انا اتفقت مع نفسي هغير في 1 2 3. بعد كده انا قررت ان انا انجز في الاشياء المعينه دي. بعد كده انتقلت تاني ان انا الخروج بقى عن المألوف. رمضان فرصه جيده جدا ان انت تكسر كل روتين حياتك الممل. عدم الانجاز وعدم الابداع بيجي من الروتين والملل. كل واحد، وخاصه بقى الشباب اللي هم في الفتره اللي هي اتخرجوا ما اشتغلوش او ان هم قاعدين في البيت، بتلاقي اليوم بقى الليل نهار والنهار ليل. البنات قاعدين الموبايل في ايدهم والوسائل الميديا بس، مفيش اي استفاده منهم. تحسي ان هو وقت ضايع. لا، انا بنصح بقى الشباب، خاصه يمكن احنا بقى الناس اللي هي اللي كبرت اللي بتشتغل اللي دخلت معترك الحياه غصب عنها، ما بتقدرش ان هي يومها بيكون روتيني، وان كان برضو بعض الاشخاص بتبقى يومها روتيني. فرمضان بيطفي على الناس دي اللي هم سواء العاملين اللي بيخرجوا لمسه كده حلوه قوي، ان انت لا ده انت لو مش مداوم ان انت بتصحى تصلي الفجر هتتعود ان انت تصحى تصلي الفجر لما فيه من اوقات الفجر الثمينه، من قبول للدعاء من الروح الايمانيه والراحه النفسيه اللي انت بتستمدها في بدايه اليوم مع النيه الطيبه اللي احنا بنزرعها، الاشياء دي كلها. فهتلاقي حتى الموظف اللي بيصحى كان متاخر على ميعاد الشغل بالظبط، لا هو عشان يغتنم الفتره دي فبيصحى بدري، هتلاقي اتغير سلوكه في العمل اذا كان هو بيروح متاخر او كده، هتلاقيه ان هو رايح كده مبتهج. مع يعني لما الواحد بيبدا بخلوه مع الله، بيصلي الفجر حاضر، بيقعد يقرا قران او الورد بتاعه لغايه ما بيجي الشروق، بيزرع عاده جديده في يوم اللي هو يصلي صلاه الضحى اللي هي ما بعد الشروق بربع ساعه لغايه قبل الظهر، بينزل الشغل كده فريش. تخيلي واحد بدا حياته كده، حتى لو هو حد روتيني في العمل هتلاقي الحته دي اتفكت، حتى لو هو حد تنشن او في العمل عصبي برضه ده هتلاقي الدنيا دي اتظبطت خالص معاه، لان هو غير في العادات بتاعته باشياء ايجابيه فدعمت يومه. البنات بقى والشباب اللي قلبين اليوم ليلهم نهارهم ونهارهم ليل، لما يحطوا الخطه دي، لما واحد يصحى الفجر يصلي او يفضل حتى سهران للفجر ونام، حتى نومه مش هيبقى كتير، لان هو عارف ان هو لو مش ملتزم حتى بالصلاه في اوقاتها في الايام العاديه، لا هو عارف ان رمضان وقته ثمين، فاحنا لا ده انا هصحى على ساعه الظهر. فواحد حتى لو نام بعد الفجر شويه وصحي الظهر، لا الظهر من العصر مش كتير، فهتلاقيه بينظم يومه. ده للي عايز فعلا يحس ان هو يومه مهم وحياته مهمه. للاسف في بعض الاشخاص مش حاسين بالكلام ده خالص، الايام زي ما هي. فاحنا بنتكلم على الحد اللي هو مقدر لذاته وعارف قيمته وعارف ان ربنا كرمه عن سائر المخلوقات بميزات ووهبات وعطايا ومنها العقل، فبيميز بيه كويس قوي، فهو عارف حياته كبيره. الخروج عن المألوف هنحط بقى ليها شعار هنا، مقوله للامام الحسن البصري بيقول لنا ايه، يا ابن ادم انما انت بضعه ايام فاذا ذهب يومك ذهب بعضك. فانت لو حطيت في دماغك ان الوقت اللي انا بضيعه ده فانا بكسر بقى روتين يومي كله. واحد نايم ومضيع وقته، لا ده انا هقرا وهصلي وهقرا قران، وبنعمل بقى تسابق في القراءات، مين هيختم مره مين هيختم مرتين. وطبعا ده بيبقى الجو اللي بيبقى المفروض انه يكون سائد في الاسره كلها، حتى لو الاولاد صغيرين شويه الام او الاب بيقعدوا يعملوا جدول، انت هتقرا مثلا النهارده صفحه في المصحف، اللي اكبر بيقرا جزء وجزئين وثلاثه. الجو ده كله كفيل ان هو عارفه لما نكون مثلا ايه في الشغل مطحونين قوي ومرهقين ومتضايقين ونيجي في فتره عايزين اجازه، انت بتاخد اجازه، الاجازه انت بترجع منها مغير الجو قوي، كاسر الروتين بتاع العمل، فبتجدد طاقتك فبترجع للعمل بطاقه جديده. فما بالك لما بتجدد الطاقه الايمانيه اللي هي الصله، صله الواحد بحياته او صلته بالكون، ايه اول حاجه الصله الروحانيه، صلته مع الله سبحانه وتعالى. وهي دي اللي بتدعمنا في ثقتنا بنفسنا. انت ما بتتعلمي اي حاجه وبتحطي لها نيه، لما يكون النيه كمان ان هي مع الله، ان طاقتك مستمده من الله سبحانه وتعالى، ان انت منعزله عن الناس كلها الا الله اللي بتستمدي منه القوه، فده كفيل قوي ان هو يكسر كل عادات الروتين. فبنخرج من شهر رمضان كانه كده احنا كنا في اجازه حلوه وكنا مستمتعين، فبنقبل على الحياه بالروح الجديده اللي هي بتاعه رمضان. طبعا. طيب، فكرة ان احنا ننظم وقتنا في شهر رمضان الكريم، ودي من الحاجات المهمة جدا، لاني عشان يعني احقق التغيير وعشان يكون عندي الفرصة لان انا فعلا احقق الاهداف اللي انا حطيتها لنفسي في تغيير بعض السلوكيات، فلازم اقسم وقتي بطريقة معينة. هل ده بيكون برضو ليه خطة
بطريقة علمية، ولا إن أنا بس عندي مثلا عدد ساعات عمل لو كنت بشتغل أو كده هي اللي هتنظم يومي؟ يعني انا ليا منظور تاني. احنا طبعا عايزين نتكلم على تنظيم الوقت في رمضان، بعيدا بقى عن دورات اداره الوقت والحاجات اللي هي ماليه تطوير الذات. انا عايزه بس اكثف النقطه دي. يعني انا نفسي، انا بشوف نفسي كده حتى في رمضان، وبنصح الناس يعملوا كده. ما تشوفش الساعه اللي هي الساعه 1 و2 و3 و4 و5. امال نشوفهم ازاي يا دكتور؟ هنشوفها ازاي؟ يعني في طريقه ان انت ممكن تعمل ساعه بايدك وتكتب الساعه 1 انا عندي اعمال 1 2 3. وطبعا احنا بندمج فيها طبعا اوقات الصلاه، الصلاه الروحانيه، صلاه الرحم، قراءه القران. انا عندي مثلا ساعات العمل بتاعتي من 8 مثلا، ولا من 9 لغايه 3، دي ساعات العمل. بيتخللها طبعا بريك، اخلي البريك بتاعي ده في وقت صلاه الظهر. بختم الصلاه، يبقى انا كده. عشان الناس بس تقول احنا اصل احنا بنشتغل، وللاسف في ناس كتير بتقع في موقف، لا معلش، عشان احنا في رمضان ما فيش شغل. لا ده انت هاي يعني للاسف العمل. انا صايم، انا صايم، انا اللهم اني صايم، صايم. اللهم لا اني وبعدين صايم، اللهم اني صايم، مش اللهم اني صايم، انا مبسوط يا رب وبشكرك ان انت منحتني المنحه دي. اديتني اهو. اللهم اني صايم، يعني قوم من قدامي عشان ما اذبحكش. حتى الكلمه نفسها لما بتطلع، احنا يا جماعه للاسف احنا لساننا ده ممكن يودينا يعني في الدرك الاسفل من النار بكلمات احنا ممكن نكون مش قاصدين منها سوء للاسف. فما بالك بقى لو حد كمان بيقولها بتأفف وقاصد منها سوء. لا، اللهم اني صائم دي ان انت بتشكر ربنا على نعمته، ان هو بلغ الصيام. يا رب انا بنيه ان انا عايز اكمل يومي على خير، ان يا رب يعني قويني، يا رب خليني صايم، اتحلى باخلاق الصيام. الساعات العمل مش ساعات اهدار او ساعات ان انا اروح انام على المكتب اصلا انا صايم. لا انا بوضع النيه، بحط على الساعه بتاعتي ان انا من مثلا ساعات العمل بتاعتي بحطها على نموذج الساعه والعقارب بتاعتها واقسم خلالها. الذكر ما بيحتاجش حاجه، احنا مش طول الوقت في العمل بنتكلم. انت ممكن بتشتغل على جهاز كمبيوتر، اللي بيتعود لسانه على الذكر حتى لو انت ساكت لوحده تلاقي لسانك هو اللي شغال لوحده. فعود نفسك على الحاجات دي، استثمر وقتك، حول وقتك من ساعات ودقائق لطاعات وعبادات تخدم اهدافك لوجودك في الحياه. انت موجود ليه في الحياه؟ ده السؤال اللي احنا بدأناه في الاول. بناء عليه انت هتكتب بقى، والله انا موجوده كأم، كزوجه، كأخت، كعمه، كخاله، كقدوه لحد، كموظفه في عمل عايزه انجزه، ك ك ك. المهم اعرف انت هتعمل ايه، وبناء عليه انت هتعرف تقسم الساعه دي بتاعتك ازاي. طبعا الناس اللي ما بتكونش ملتزمه بالصلاه على اوقاتها، رمضان سبحان الله بتلاقي الدنيا زي ما قلت لك، العقل الجمعي والطاقه الايجابيه الجمعيه، بتلاقي الناس كلها كده ايه، مشغوله في جو روحاني جميل. فهو ده هيساعدك في الساعات بتاعتك. حط ساعه صلاه المغرب مثلا الساعه مثلا وليكن 6 الا 3، اعمل كده هنا صلاه المغرب. لما تعود نفسك عينك والعقل اللاواعي هتترسخ فيها صوره الساعه اللي هي مش 1 و2 و3، واحده بس جنبها 1 2 3، هتلاقي عندك جدول اعمال بتترسخ. احنا مش اتكلمنا على البرمجه بقى النفسيه، بترجع بتتخزن بصوره معينه في الخلايا العصبيه بتاعتك. انت بتشوفي الساعه دي على مدار اليوم لمده 30 يوم شهر رمضان. العادات بتكتسب من 6 ايام ل 21 يوم. انت شفتي الساعه دي في ذهنك 30 يوم، هتطلعي بعد اللي رمضان اكتر هي من دي شخ... ساعتك. اللي اكتر من شخصيه زي ما حضرتك بتقولي، موظفه وام وورايا تجهيز الفطار، انت عارفه طبعا انه المطبخ بالذات بياخد وقت كتير قوي، هو هي للاسف برضو تعمل ايه؟ المطبخ بياخد وقت كتير قوي يا جماعه. هو المطبخ انت بدل ما كنتي بتعملي وجبه غدا هي وجبه فطار. هي الفكره المطبخ بياخد وقت كتير، لان احنا بنعمل كده، بتحطي كذا نوع عصير، بتحطي كذا نوع سلطه، بتحطي هو وجبه الغدا، بس هي اتغير ميعادها. ايه اللي فرق يوم رمضان عن يوم؟ بالعكس، ده الاكل بتاعه بتاع رمضان حتى لو هي نفس الكميه صدقيني بيكون فيها بركه. احنا بس لو حطينا نيه البركه، النيه ان انا بعمل الطعام ده ان انا هخرج منه اطعام. وعاده جميله قوي ان انا اعود، يعني مش لازم انا اللي اودي مثلا طبق من الاكل اللي انا بعمله، يعني صدقيني حتى الاكل ما بينقصش سبحان الله. ولد صغير في البيت او بنت صغيره، هي تبعتيها قبل الفطار بحاجه من كل حاجه على صينيه الفطار او على الترابيزه. ما تخليش الموضوع مرهق. للاسف انا بقول لك، بتلاقي بقى ستات البيوت بيحضروا قبلها بشهر، ده احنا مش عارف هنعمل طماطم ايه وهنعمل ايه. الحاجات دي بتاثر على السوق، بتخلي الحاجات تغلى، وبتخلي الست مرهقه والفريزر مليان. ده اللي بيملك قوت يومه كانما يعني احيزت له الدنيا. نعم. فاحنا بنملك قوت كام يوم بقى؟
وبنأثر على إنتاج أو على دخل كم حد، وبنأثر على السوق إزاي بغلاء الأسعار. فهي الفكرة يعني نصيحة لست البيت، هو يوم عادي، بالعكس ده أنت يومك منظم أكتر، يومك مش هيكون مهدر لأن إحنا كلنا هنأكل في نفس الميعاد، فمش هتبقى الدنيا بتبهدلها. يعني من فكرة الاستعدادات اللي بتكون قبل شهر رمضان دي مش مقتنع بيها. لا، الاستباق اللي الحاجات اللي هي رمضان في حدود المعقول. ما نقعدش نعمل، إحنا بنطلع من رمضان عندنا تخمة، وعندنا عندنا تخمة، وعندنا إفلاس مادي، عندنا إفلاس معنوي. انا عايزه رمضان يجدد لي طاقتي، مش يضغطني ماديا ومعنويا نفسيا. يعني هو يجددني نفسيا وروحيا. لما زهقت في فلوس وهطلع على عيد واجازه وعيد ومصاريف عيد، لا طب ما انت خلاص حطي الحاجه في مكانها الصح. تمام. طيب لو يعني خدنا نصايح خاصه ب يعني العنوان اللي معانا النهارده، رمضان فرصه للتغيير الايجابي، نقول ايه اجمالا للحلقه النهارده؟ خاب من أدرك رمضان ولم يغفر له. رمضان شهر عبادة، هو شهور الله سبحانه وتعالى كلها عبادة، بس لما ربنا يقولك الحتة دي مميزة يبقى لازم أسمع نداء ربنا، لازم فعلا أخلي الأيام دي مميزة زي ما هي مميزة عند الله سبحانه وتعالى، فلازم تكون مميزة عندك. ترفع، الشخص اللي بيبقى في الموقف نفسه بيبقى منهمك بحاجات كتير قوي. رمضان فرصة ان احنا نسمو بروحنا فوق اي شيء دنيوي، بص للدنيا من فوق شوية برقية اكتر، بقيم اكبر، هتلاقي نفسك كنت بتتعارك على حاجات ملهاش لازمة، وان المبتغى وان الهدف بتاعك اسمى من ده كله، وما ينفعش تطلع من رمضان خاب من ادرك رمضان ولم يغفر له. خلي دي القاعدة بتاعتك. يعني دي أجمل كلمات نختم بيها. أنا بشكر وجودك معنا دكتورة رانيا محمد أحمد عامر، مستشار تدريب وتطوير ذات في أولى حلقات برنامجنا الهدف، وإن شاء الله حضراتكم تكونوا استفدتوا من مناقشتنا الخاصة برمضان فرصة للتغيير الإيجابي، وكلنا يكون عندنا الفرصة دي. نشكر حضراتكم على حسن المتابعة، يتجدد لقائنا في نفس الميعاد والهدف.